عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي هذه أنوارها كلمات الذكر تهدي فاحتفي خذ من القرآن فهما صافيا وتعرف منه ما لم تعرفي حمل القرآن بشراك فقد ملت في الدارين سهم شرفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نسعد فيها بالتواصل معكم للاستماع إلى المتسابقين من أبناء وطننا، نستمتع بأصواتهم الطيبة الندية في قراءة القرآن الكريم. نحن اليوم في هذه الحلقة السابعة من هذا البرنامج في هذه المسابقة، مسابقة مقرئ الأردن. نستمع إن شاء الله تعالى كما عودناكم إلى ثلة من المقرئين، أحيانا يكون عندنا في الحلقة 10، أحيانا يكون عندنا 8 حتى 9 حسب ما يتسنى في وقت هذه الحلقات. واليوم نستمع إن شاء الله تعالى إلى ثلة من مقرئين، نرحب بهم جميعا ونرحب بكم ونرحب بأعضاء لجنتنا الدائمين معنا في حلقاتنا هذه. نرحب بشيخنا رئيس اللجنة شيخ علاء القيسي، أهلا وسهلا بكم. حياك الله. الدكتور محمد خالد منصور، أهلا وسهلا بكم. والدكتور صبحي الشرقاوي، أهلا وسهلا بكم. ومع متسابقنا الأول في حلقتنا لهذا اليوم نتعرف عليه ونستمع إلى تلاوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم أخوكم السلام. في الله عمر عقلة محمد الشواشرة من محافظة عجلون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله العظيم. أشكرك أخي عمر على قراءتك الطيبة المباركة، ونستمع إلى رأي اللجنة في متسابقين الأول في حلقتنا لهذا اليوم، ومع شيخنا الشيخ علاء. تفضل سيد عمر. اليوم صوتك يعني منكمش، متى تنطلق؟ يعني عندك إمكانية،
عندك طبقة بس ما وظفتها وقراءتك كانت يعني هادئة. بارك الله بيك وفيكم بارك. يعني هو حتى لو كانت فالتساوي بين جميع المتسابقين، الآيات تقريبا متساوية في العدد والوقت متساوي، والقارئ الذي يستطيع أن يتمكن من صوته في هذه المساحة. نستمع أيضا إلى ملحوظة الدكتور محمد. الأخ الكريم بارك الله فيك، الأحكام عندك جيدة ولكنك تحتاج لمزيد من التدريب، فقد خفيت بعض الحروف، وأتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. بارك الله فيكم. دكتور صبحي. بارك الله فيك أخي، يعني بس لكن صوتك محدود، إمكانات الصوتية عندك محدودة تماما، فلا تستطيع الانتقال، كأنك لا تستطيع الانتقال إلى طبقات صوتية مختلفة. نتمنى أن تتدرب على ذلك. شكرا لكم على هذه الملحوظات الطيبة، ونشكرك أخي عمر على قراءتك الطيبة. أيضا كانت النسبة التي حصلت عليها من خلال رأي لجنة التحكيم على النحو التالي، وهي نسبة متقاربة في العلامات. أما المجموع النهائي الذي حصلت عليه فكان 60%. مبارك، إن شاء الله تعالى تكون معنا من المتأهلين. أعزائي المشاهدين، مع المتسابق الثاني في حلقتنا لهذا اليوم نتعرف عليه ونستمع إلى تلاوته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أخوكم في الله عبد الرحيم الشنطي، معلم في أكاديمية الرواد من محافظة العاصمة. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ صدق الله العظيم. أشكرك أخي عبد الرحيم، ومع اللجنة، ونبدأ أيضا بشيخنا شيخ علاء. تفضل شيخ. والله ما شاء الله عليك عبد الرحيم، يعني التلاوة عطرة جيدة طيبة، الفصاحة ممتازة، الهيئة عندك بس شوية كنت سريع، كان الأجدر شوية تخفف من السرعة التلاوة تكون أهدى. وبارك الله فيك مرة ثانية إن شاء الله. بارك الله فيكم. فتح الله عليكم. الدكتور صبحي. بارك الله فيك، يعني قراءة جيدة، لكن يعني كنت أحبذ لو أنك تنتقل بصوتك أكثر درجات صوتية، يعني انتقلت في المقامات الصوتية لكن لو بدرجات صوتية أيضا كان أفضل ربما. بارك الله فيكم. دكتور محمد. الأخ الكريم، يعني تعتبر تلاوتك من التلاوات المميزة في الأحكام، منضبطة إلى حد كبير، المخارج والصفات جيدة جدا، نريدك في المرة القادمة أن تنتبه للصفات والمخارج وأن تتدرب، أتمنى لك التوفيق في المرات القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم عبد الرحيم الشنطي. في المرات القادمة كأنما هي إشارة إلى أن نسبة العلامات إن شاء الله تعالى ستكون عالية، ونتيجتك أيضا ستكون عالية. النسبة التي حصلتها كانت على النحو التالي، إن شاء الله تعالى أيضا تكون علامة النهائية والنتيجة النهائية عالية. 71% كانت نتيجتك. مبارك، إن شاء الله تعالى تكون معنا من المتأهلين. أخي عبد الرحيم أشكرك. ومع متسابقنا أيضا الثالث في حلقتنا لهذا اليوم نستمع إليه إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أخوكم في الله منير محمد الشيخ عبد الرحمن القدومي. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. أشكرك أخي منير. ومع الدكتور محمد. نور الله قلبك يا أخي بهذه التلاوة العطرة المباركة، وأشعر بأنك ما شاء الله يعني تحاول أن تكون من أهل القرآن ومن أهل التلاوة، وأتمنى في الأيام القادمة لك مزيدا من التوفيق إن شاء الله والسداد إن شاء الله تعالى. دكتور صبحي بارك الله بك. يعني أنا أشعر لو أن أدائك الصوتي ارتقى إلى أدائك الحسي لكان شيئا رائعا. يعني إحساسك جميل بالكلمة بالمعنى القرآني، لكن الصوت ربما لا يعني ليس طيعا معك كما تريد، بحاجة إلى تدريب. بارك الله فيك ما شاء الله عليك. وفيكم بارك شيخنا. قراءتك حنينة فعلا، فيها حنية، فيها تلاوة مؤثرة جدا. وقريت يعني خلنا نتجاوز على الدكتور صبحي، نغمة الصبا جدتها إجادة طيبة يعني حقيقة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. إن شاء الله المنافسة قوية. أشكرك أخي منير على تلاوتك، وكانت النتائج ونسبة النتائج التي حصلتها هي على النحو التالي. هناك بعض التفاوت البسيط، لكن العلامة النهائية التي حصلتها كانت 58%. 58% إن شاء الله تعالى تكون معنا من المتأهلين. وأما الآن فمع متسابقنا الرابع في حلقتنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أخوكم محمود مسك، كلية الشريعة الجامعة الأردنية. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بارك الله فيك أخي محمود، ونستمع إلى ملحوظات اللجنة ونبدأ مع الدكتور صبحي. بارك الله فيك. يعني الركوز على الدرجات الصوتية بحاجة إلى إيجاد أكثر، تدريب أكثر لإجادته بشكل أفضل. أيضا الانتقالات الصوتية يعني بحاجة إلى أن تنتقل بصوتك إلى أكثر من درجة. بارك الله فيك الدكتور محمد. أعتقد أن الأخ الكريم قد تلا تلاوة مجيدة، لكنك تحتاج في المرات القادمة إلى مزيد من التدقيق في بعض الصفات كالصاد، والتدقيق في بعض مقادير المدود ومقادير حتى الإخفاءات. أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. آمين يا رب. شيخنا الشيخ علاء. أداؤك طيب، استرسال جيد، فصاحتك كانت جيدة جدا، وإن شاء الله في المستقبل تتحسن أكثر. بارك الله فيك. النسب التي حصلتها من خلال ملحوظات اللجنة كانت على النحو التالي. هذه هي نسبة العلامات التي منحتها من خلال رأي اللجنة، وأما العلامة النهائية التي حصلتها فمن 100 كان مجموعك 67%. مبارك، ونسأل الله عز وجل أن تكون معنا من المتأهلين. أعزائنا المشاهدين، كان معنا حتى هذه اللحظة 4 من متسابقين في حلقتنا لهذا اليوم. فاصل قصير ونعود إن شاء الله تعالى لاستكمال بقية المتسابقين. أعزائنا المشاهدين، عدنا إليكم بعد الفاصل لاستكمال بقية المتسابقين في حلقتنا لهذا اليوم. كنا قد استمعنا إلى 4 من المتسابقين قبل الفاصل، والآن مع متسابقنا الخامس في حلقتنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله منصور عبد المنعم مصطفى. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً. صدق الله العظيم، بارك الله فيك أخي منصور على هذه القراءة. شيخنا الشيخ علاء. منصور لازم تنمي نفسك أكثر من هذا هذه القراءة. القراءة كانت صوتك تعبان وما تتنقلت في إذا يعني إلى الشيء المطلوب حقيقة، فتحتاج إلى تدريب أكثر. حتى الفصاحة عندك يعني غير متكاملة قليل، يعني يحتاج إلى أقوى بعد. بارك الله فيك. بارك الله فيكم الدكتور صبحي. بارك الله فيك. يعني مثل ما تفضل شيخنا بحاجة إلى جهد كبير لتصل إلى مستوى أفضل من الأداء إن شاء الله. بارك الله. شكرا. إن شاء الله تعالى. دكتور محمد. أنا أثني على ما قال الشيخان الكريمان وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله. بارك الله فيكم على هذه الملحوظات. أخي منصور، استمعت إلى ملحوظات اللجنة وتحتاج إلى أن يكون صوتك مرتاحا. أما النسب التي حصلت عليها من خلال رأي اللجنة فكانت على النحو التالي. هذه النسبة قطعة مرتبطة بالعلامة النهائية التي حصلتها وهي نسبة 56%. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في قراءتك ويبارك في جهدك وأن تكون معنا من المتأهلين. أعزائنا المشاهدين، قبل أن ننتقل إلى متسابقنا السادس في حلقتنا لهذا اليوم، كان معنا 5 من المتسابقين حتى هذه اللحظة، واستمعتم إلى قراءاتهم واستمعتم إلى رأي اللجنة في مستويات أداءاتهم. كانت النتائج التي حصل عليها متسابقون الخمسة حتى هذا الوقت من حلقتنا على النحو التالي: منصور عبد المنعم مصطفى 56%، محمود تيسير مسك 67%، منير محمد قدومي 58%، عبد الرحيم محمد الشنطي 71%، عمر عقل الشواشرة 60%. ننتقل معكم الآن إلى متسابقنا السادس في حلقتنا لهذا اليوم، نتعرف عليه وعلى تلاوته أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أخوكم في الله عمر عازم محمود عازم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله. صدق الله العظيم. بارك الله فيك أخي عمر على هذه القراءة، ونبدأ مع شيخنا أيضا الشيخ علاء. أحسنت شيخ عمر، بارك الله فيك، قراءة طيبة، فصاحة وتجويدا وأداء، بارك الله فيك، أحسنت. بارك الله فيكم دكتور محمد. الأداء عموما جيد والإتقان جيد جدا،
لكنك تحتاج إلى شيء من التدقيق في المخارج والصفات. وبارك الله فيك. وبارك الله فيكم الدكتور صبحي. بارك الله فيك أخي، يعني قراءتك جيدة لكن بحاجة إلى انتقالات صوتية بشكل أفضل وأكثر دقة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. أشكرك أخي عمر على هذه القراءة وهذه ملحوظات اللجنة، ونشاهد إحنا وإياك النسب التي حصلتها في علاماتك وهي نسب جيدة إن شاء الله تعالى. العلامة التي حصلتها النهائية هي 69%، أيضا متقاربة عن مجموع العلامات الأخرى. نسأل الله عز وجل أن تكون من المتأهلين. أعزائي المشاهدين، هذا متسابقنا السادس في حلقتنا. الآن نلتقي مع متسابقنا السابع، نستمع إلى تلاوته الندية إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. رنس عبد الحافظ حسن، دبلوم محاسبة. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن بارك الله فيك أخي ورنس، أحسنت على هذه التلاوة الطيبة. ودكتور صبحي، بارك الله فيك أخي، يعني بحاجة إلى أن تضبط الأصوات بشكل أفضل، بحاجة إلى أن تضبط التوافق الصوتي، الانتقال بين الدرجات الصوتية وأيضا نهايات الجمل، أيضا بحاجة إلى ضبط. بارك الله فيك شيخنا شيخ علاء. إن شاء الله مقرئ الأردن الثلاثة تكون قوة عودك وتقرأ أحسن من هذه التلاوة إن شاء الله، موفق إن شاء الله رب العالمين. يعني هذه كأنما هي إشارة إلى علامتك من الآن شيخنا، لأنه كان مقرئ الأردن واحد كان والثاني وإن شاء الله يشارك إن شاء الله بالثالثة يجينا إن شاء الله رب عودة قوي تمام إن شاء الله. دكتور محمد قالوا صوتك يعني إن شاء الله هذا تشجيع من الشيخ علاء للأخ الكريم. الأخ الكريم بارك الله فيك وفي علمك وعملك، الحقيقة التجويد ميزان، وأنت يعني قد أنقصت في بعض الموازين وزدت في بعضها ماء، أول مرة أنقصتها في المرة الثانية مددتها، الرحمن مددتها، هنالك نقص في الغنى يحتاج لتدريب، والإنسان مأجور على يعني أن
يديم النظر ويديم التدريب لتلاوة كتاب الله عز وجل، ولك كل التوفيق. بارك الله فيكم، وأشكرك أخي أورنس على قراءتك، وهذه نسبة العلامات التي حصلتها من خلال رأي اللجنة، هذه هي النسبة. أما النتيجة النهائية فعلامتك كانت 63%. إن شاء الله تعالى أيضا تكون معنا من المتأهلين، ومعكم إن شاء الله تعالى أعزائي المشاهدين إلى سابقنا الثامن في حلقتنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله محمد محمود حسين الوحش. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. بارك الله فيك، أحسن الله إليك أخي محمد. ودكتور محمد، فضيلة الدكتور محمد الوحش هو طبعا من الإخوة الذين تخرجوا من قسمنا من قسم الفقه وأصوله، ونحن نفتخر به. يعني أداؤك جيد جدا وأنت تحاول أن تتقن، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. وشيخنا الشيخ علاء. والله تلاوة مال يعني إمام مسجد تمام، يعني لازم نصلي خلفك لأن مخارج حروف طيبة مضبوطة، فصاحة عندك واسترسال في التلاوة ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. بس لا ترتقي إلى مقرئ الأردن المطلوب. نعم. ونتركها إلى الدكتور صبحي. طيب دكتور صبحي. بارك الله فيك أخي، يعني القراءة جيدة الحمد لله ما شاء الله عليك، لكن بحاجة إلى أن تستخدم صوتك أو تنتقل بصوتك من درجة إلى أخرى بشكل أفضل، أيضا بحاجة إلى التركيز على 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 الدرجات الصوتية بشكل أفضل. أمدني يعني. جيد، بارك الله فيكم، ونشكرك أخي محمد على تلاوتك وعلى قراءتك. والحكم كما رأيت للجنة، وهذه نسب العلامات التي حصلتها، والمجموع النهائي كان 66%. بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل أن تكون معنا أيضا من المتأهلين ومن الفائزين في الآخرة إن شاء الله تعالى. جميعا أعزائنا المشاهدين، مع آخر متسابق معنا في حلقتنا لهذا اليوم، المتسابق رقم 9، نتعرف عليه وعلى تلاوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله، عيسى إبراهيم طوالبة، هندسة صلاة من جامعة الأرمك. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا سمعنا قرآنا عجبا.
أجابا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك أخي عيسى في خاتمة حلقتنا يعني بختام صوت المسك إن شاء الله تعالى. الشيخ علاء، فصاحة، تجويدا، تنقلات، خل أحكيها مال بتاع الكل يعني ما شاء الله. الله عليك قراءة فريدة من نوعها اليوم، بارك الله فيك. الحمد لله. بارك الله فيك دكتور محمد. هنالك إتقان في المخارج والصفات والمدود ومقاديرها، فلتت منك بعض الأشياء أو بعض الأشياء، نتركها للمرحلة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. الدكتور صبحي، ما شاء الله عليك، يعني بارك الله بك، صوت جميل، صوت عريض عميق، مساحة صوتية واسعة، عطفت بنا في تفاصيل كثيرة جميلة، شكرا لك. شكرا لكم. بارك الله فيكم، ونشكرك أخي عيسى طوالبة على قراءتك الطيبة، ونشاهد نحن وإياك والمشاهدين نسبة العلامات التي حصلتها من خلال رأي اللجنة، والتي كانت على النحو التالي: عالية ويعني أيضا متقاربة جدا، النسبة كانت 79%، ما شاء الله نسبة عالية قياسا حتى مع الحلقات السابقة. أسأل الله عز وجل لك التوفيق والسداد وأن تكون معنا من المتأهلين. أعزائنا المشاهدين، هؤلاء هم متسابقون لهذا اليوم، استمعنا إلى أصواتهم وطفنا مع رحابة أصواتهم وجماليات أدائهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم. إلى المزيد إن شاء الله تعالى في حلقاتنا القادمة. نستمع إلى نتائج بقية المتسابقين معنا في حلقتنا لهذا اليوم، والذين حصلوا على النتائج التالية: عيسى إبراهيم طوالبة 79%، محمد محمود الوحش 66%، أورنس غنمي 63%، وعمر عازم محمود 69%. هذا كان حكم اللجنة على هذه الأصوات. كما تعلمون نحن في هذه المرحلة إلى أن نمر على التصفية بين 100 متسابق حتى يتأهل منهم أعلى 36 من المتسابقين إن شاء الله تعالى. إلى أن ننتهي من هؤلاء نستمر معكم في هذه الحلقات من هذا الشهر الفضيل. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. إلى الملتقى في حلقة الغد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشقت
عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي هذه أنوارها كلمات الذكر تهدي فاحتفي في لباب القلب شقت أحرف بمعانيها كما في الصحف حامل القرآن من آياته يقبس الفهم وخلق المصطفي خذ من القرآن فهما صافيا وتعرف منه ما لم تعرفي حمل القرآن بشراك فقد قلت في الدارين سهم شرفي. عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي.